إذن متابعينا الكرام، متتبعي قناتكم قناة الشعب شوف تي في مباشرة من مدينة تطوان، قبل ما نبداو البث المباشر ديالنا فسبحان من يسبح الرعد بحمده وملائكته ومن خيفته، قبل يعني ثواني إطلاق هذا البث المباشر مدينة تطوان عرفت واحد الرعدة قوية هزت مدينة تطوان. وكذلك كما كتشاهدوا معنا مباشرة برق ورعد فات الأثناء مباشرة من قناتكم قناة شوف تي في مدينة تطوان. فمن بعد هذه الرعدة القوية سبحان الله أمطار قوية نزلت يعني في ديك اللحظة يعني مباشرة بعد ديك الرعد قوي يعني سبحان الله من شبع رعد بحمده ومن عندكم كفاته يعني سبحان الله من بعد ديك الرعدة أمطار قوية عرفتها مدينة تطوان. أمطار قوية تشهدها المدينة الآن كما كتبوا معنا في هذا البث المباشر، فولله الحمد، فالحمد لله والشكر لله على هذه النعمة وعلى هذه البركة وعلى هذا الخير. و عندما يكون هناك برقة أو رعد فكما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد من قول سبحانه من يسبح الرعد بحمده وملائكته ومن خيفته، فسبحان من يسبح الرعد بحمده وملائكته من خيفته ولا اله الا الله انه على كل شيء قادر. فكما كتب معنا يعني مباشرة من تطوان مدينة تطوان. أمطار قوية في الأثناء وكذلك برق ورعد، فالحمد لله على هذه النعمة على هذه البركة على هذا الخير. نتمنوا الله ما حتى أبواب السماوات مفتوحة، نتمنى من الله هذه الأمطار الخير والبركة تكون في جميع المدن المغربية، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى هذه الأمطار الخير والبركة كذلك تكون خير ونفع إن شاء الله، ونتمنى من الله تكون فيها خير وتيسير للجميع إن شاء الله. كما كتبوا معنا في المنطقة المباشرة كما كتشاهدوا معنا هذه الأمطار قوية كذلك الرياح كما كتشاهدوا يعني مباشرة الأمطار قوية من مدينة تطوان. فالله الحمد قد نفع يا ربي والحمد لله. وكما يعني شفتوا يعني مباشرة على قناتكم شوف تي في كذلك هناك برق ورعد، فسبحان من يسبح الرعد بحمده وملائكته من خيفته يعني اي واحد في مدينه تطوان غتمر بتحدد دابا يعني نهضروا شويه الدارجه ديالنا تقول له اي واحد غتمر تقول له اش واقع يقول له سمعتي ديك الرعده اللي ضربت، ف يعني واحد الرعده قويه ضربت في مدينه تطوان. وكيف ما كتشوفوا يعني أذان المغرب أذان ومصابيح مدينة تطوان مازالت يعني مطفية، ما عرفناش السبب يعني الخاصة معروفة الإنارة فيها والضو شاعل. فكيف ما كتشوفوا يعني كذلك الإنارة مشات في ساحة مولاي المهدي الخاصة، والحمد لله كيف ما كتشوفوا يعني في هذه الأثناء يعني مباشرة يعني كذلك يعني مباشرة بعد تلك الرعد أمطار قوية كتشهد مدينة تطوان في هذه الأثناء. فالحمد لله الله يرحمنا قد نفع وربي حنين كريم ما عنده كل خير، وهذه نعمة وبركة وخير من الله سبحانه وتعالى. أم ريان باسيم دعاء مقبول لله تربح المغرب. احنا نتمنى من الله وكنطلب من الله ان شاء الله التوفيق. وكما كتشوفوا المتابعين الاعزاء يعني في هذه الاثناء سبحان من يسبح الرعد بحمده وملائكته من خيفته، كما كتشوفوا يعني البرق مازال مستمر في مدينه تطوان.
فأتمنى يعني مع حتى أبو السماء والسوحة فكذلك تمنى يعني ربي نحتاج إلى هذا. ربي يفتح بيبان ديال الخير وأبو السماء إن شاء الله ويستجب دعاء جميع المسلمين وأي واحد في نيته يدير شي حاجة يدعيها. وكذلك حنا كمغاربة كندعو مع المنتخب الوطني المغربي إن شاء الله، نتمنوا له إن شاء الله التوفيق في المقابلة ديال الغد. كما كتشاهدوا يعني مباشرة معكم من مدينة تطوان، أمطار خير وبركة في هذا الأثناء. يعني أمطار يعني خوية كتعرف المدينة. الحمد لله والشكر لله على هذه النعمة وعلى هذا الخير وعلى هذه البركة اللي كتعرفها مدينة مدينة تطوان. الشتا كتدخل تما الريح غربية. إذن متابعينا الأعزاء كما كتشاهدوا فهاد الأثناء ومباشرة معكم من مدينة تطوان، الحمد لله يعني كما كتشوفوا أمطار غزيرة كتعرفها مدينة تطوان فهاد اللحظات. فالحمد لله والشكر لله على هاد النعمة وعلى هاد الخير وعلى هاد البركة اللي كتعرفها مدينة تطوان. هادي نعمة وهادي بركة وهادي خير من الله سبحانه وتعالى. يعني كما كتشوفوا أمطار غزيرة فهاد اللحظات. الحمد لله والشكر لله على هذه النعمة وربي حني كريم وربي عنده كل خير وبيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قادر. الحمد لله. طبعا يعني ما نغفلوش في البث المباشر احنا في ساحة مولاي المهدي مع راس مثل حدود الساعة. السبب ديال عدم وجود الإنارة في هاد الساحة يعني معرفناش السبب شنو هو. وكما كتشاهدو يعني مباشرة معاكم أمطار غزيرة في مدينة تطوان، حاولو نقربو لأن المكان اللي كنتواجد فيه فكذلك كيعرف زخات مطرية. كما كتشاهدو يعني أمطار قوية وكذلك رياح مع الرياح. فمدينة تطوان في هذه اللحظة يعني كما كتبع معنا كتعرف أمطار غزيرة. يعني كما كتبع معنا متابعينا الأعزاء مباشرة معكم مساء الخير يا وجه الخير. الحمد لله خويا هذا فضل من الله. الحمد لله يعني هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى. هذه نعمة وهذه بركة من الله سبحانه وتعالى. إذن كما كتشاهدوا متابعينا الأعزاء مباشرة معكم من مدينة تطوان. أمطار خير وبركة
هذا الأثناء كتعرف على مدينة تطوان. الحمد لله والشكر لله على هذه النعمة، كما كتابعيني مباشرة معكم، أجواء جميلة، ربيع الخراز. السلام أخي العزيز، الحمد لله على نعمة المطر. خير معكم ربيع الخراز من تطوان، طب سنة تطوان. مرحبا ولاد مدينة تطوان اللي كيتابعونا وكيتابعوا قناة الشعب، قناة شوف تي في. ولله الحمد كما كتشاهدوني أمطار قوية، أمطار غزيرة في هذه الأثناء، هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى. فكما كتشوفوا يعني الحمد لله الوتيرة ديال الأمطار كتزاد، اللهم اجعله غيثا نافعا، وكذلك يعني كذلك البرق. فسبحان الله يعني شوفوا القوة ديال الأمطار في هذه اللحظات. يعني أحيانا المطر كتزاد الوتيرة ديالو كيكون هناك رياح، فهو كيضرب حتى الجهة فين كنقوم أنا هاد الزاوية ديال التصوير. فكما كتشاهدو يعني كتشاهدو يعني أمطار غزيرة تعرف على مدينة تطوان مرفوقة بالرياح. فشوفوا هاد المنظر، الغزارة ديال الأمطار. فالحمد لله الحمد لله، نتمنى قد ينفع يا ربي، والله أكبر على الحق. فكما كتشاهدوا معنا متابعينا الأعزاء، متابعي قناة شوف تي في، أمطار قوية فالله هذا كتعرفها مدينة تطوان مرفوقة ببرق ورعد. فسبحان من يسبح الرعد بحمده وملائكته من خفاته، وهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى. والحمد لله على هذه نعمة المطر. خليكم مع أذان صلاة المغرب. هاد الأثناء كتشوفوا يعني الإنارة كتشعل في ساحة الملك المهدي الخاصة. أمطار الخير ما زالت مستمرة، ما زالت كتعاطل. فالحمد لله والشكر لله، ما زال أذان ما تسالاش، يعني أذان صلاة المغرب يكمل. إذا متابعينا الأعزاء، مستمرين معكم في هذا البث المباشر من مدينة تطوان اللي كما تابعت معنا وشاهدتوا مباشرة يعني من بداية هذا البث المباشر. برق والرعد مدينة تطوان، كذلك أمطار غزيرة كتعرف على المدينة في الأثناء في الساعة. فالحمد لله، اللهم اسقنا غيثا نافعا، الله يرحمنا قد ينفع يا ربي. الحمد لله، هذه نعمة من عند الله سبحانه وتعالى، وهذه خير وهذه رحمة وهذه بركة من عند الله سبحانه وتعالى، كي نعملنا بها وكرزقنا بها. فالحمد لله وشكرا على هذه النعمة وعلى هذه البركة وعلى هذه الخير ديال سيدي ربي.
كما قلت لكم عن هذه الأجواء مباشرة من مدينة طرم بالضبط مساحات من المهدي. أمطار الخير وأمطار البركة ما زالت كتهطل على المدينة في هذه الأثناء. اللهم اجعله غيثا نافعا يا رب. اذا متابعينا الاعزاء، دمتم في رعايه الله وحفظه الى بلد اخر ان شاء الله. فكما شاهدتوا يعني امطار الخير ما زالت كتعطل في هذه الاثناء في مدينه طوان، والحمد لله على هذه النعمه والحمد لله على هذه الامطار المباركه. كذلك ما نساوش عند رؤية الرعد سماء صوت الرعد أو عند رؤية البرق ذكر الحادث اللي وصلنا عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا هو هو سبحانه من يسبح الرعد بحمده وملائكته من خيفته. نكرر سبحانه من يسبح الرعد بحمده وملائكته من خيفته. عند سماء صوت الرعد أو رؤية البرق فأثروا من هذا الدعاء، والحمد لله على هذه النعمة والحمد لله على الخير والحمد لله على هذه الأجواء اللي كنعيشوها يعني مباشرة معكم من مدينة طوان. وشكرا على المتابعة.